السلام عليكم، اهلا وسهلا، معاكم اخوكم سامي فرج من قناه سامي اف. اليوم راح اتكلم عن شيء جميل جدا وكلكم تعرفونه، واللي ما يعرف راح يتعرف عليه، اللي هو زرار الهارموني والاربيجيو. طبعا بعطيك باختصار، الهارموني والاربيجيو اشياء حركات حلوه تستخدمها اثناء وانت تعزف. زين، كيف توصل الهارموني والاربيجيو؟ تضغط على منيو، تروح على منيو رقم واحد، في عندك هني شوف كي بي دي هارموني اربيجيو، تضغط عليه تفتح معك. في عندك الهارموني، يتكون معك الهارموني من اربع بيجات. مثلا تروح تشوف الهارموني، طبعا لازم اون، اذا بدون اون ما تشتغل معك الخدمات، لازم اون تشتغل معك الخدمات. نروح على ستاندرد 2، ستاندرد تريو، فول كورد، عندك الايكو، خدمة الايكو الرئيسية، هذا عامل نفس الديلي. في عندك التريمولو، اسمع التريمولو كيف، شوف زين. تي عقب في الاربيجيو، الاربيجيو طبعا عندك بلاوي، كل خدمة رئيسية فيها 6 بيجات. نحن عند الاربيجيو اب داون، نختار مثلا اوكتيف رقم 1، اسمع معي، تروح عند الاربيجيو رقم 2 السيكونسر، مثلا ني عند الخدمة رقم 3، بهكذا انك انت تعمل الاربيجيو وتقدر كيف تستخدم الهارمون والايكو. لكن في معلومة، الحين انت لما تيجي عند الاربيجيو، شوف لاحظ معاي وانا اعزف، ما يعطي لوب، مجرد ما ترفع ايديك يقطع. في ناس ما تحب كذي، تحب انه يكون لوب عشان تاخذ راحتها في العزف. كيف تخلي الاربيجيو لوب؟ تروح عند منيو، تروح على بيج رقم 2، تيجي عند ثاني وحده فويس سيتنج، لاحظ فويس سيتنج، تضغط راح تطلع لك الصفحه هاي، تيونينج فويس سيت اند اربيجيو. لاحظ اربيجيو الحين اوف، مجرد ما اضغط عليه اون، لاحظ معايا، شوف بالطريقة هاي اعطيتك معلومات عن الاربيجيو والهارموني كيف تستخدمه وكيف تخليه يعطي له. وشكرا، مع معلومة جديدة.